الهدف هو تدمير المؤسسة العسكرية، تدمير قوات القسام وانتزاع سلاحه وعدم العودة مرة أخرى لتهديد إسرائيل لا عبر الصواريخ ولا عمليات برية إلى آخره. الآن الخطورة الأساسية هي أن يمكن أن يدخل ما يسمى في العسكرية بالبجعة السوداء، أي الاحتمال الأخطر والغير محسوب، وهو اشتعال جبهات أخرى. بايدن من اليوم الأول في خطابه المغتضب حذر من دخول أي أطراف أخرى، وكان يعني بذلك إيران وحزب الله. لنعد إلى إيران وحزب الله. إيران أولا، إيران تم ضرب أكبر عالم نووي في قلب طهران ولم يحدث رد منها على إسرائيل. اثنين، شهريا تقوم إسرائيل بقصف سوريا وقصف مواقع إيرانية وقتل قادة من الحرس الثوري، ولم ترد إيران ولم ترد سوريا. نيجي لحزب الله. إيران لن تتدخل عسكريا، هي عادة ما توكل هذه المهمة إلى أدواتها وخاصة حزب الله. حزب الله أذكر حضراتكم بما يلي، هو آخر معركة واجهت حصل فيها تدخل مع إسرائيليين في عام 2006، وبعد 2006 قال حسن نصر الله كلمته الشهيرة: لو كنت أعرف ما كنت دخلت هذه الحرب. في 2008 شنت إسرائيل عدوانا على قطاع غزة ولم يتدخل حزب الله ولا حتى بإطلاق طلقة. في 2008-2009، في 2012 قامت إسرائيل بعدوان واسع على قطاع غزة ولم يطلق حزب الله ولا طلقة واحدة. في 2014 استمرت المواجهة 54 يوما ولم يتدخل حزب الله بطلقة واحدة. في 2021 أيضا حصلت مواجهة واسعة ولم يتدخل حزب الله على الإطلاق، بل على العكس، أطلقت بعض الصواريخ من فلسطينيين في جنوب لبنان، نفى في بيان رسمي حزب الله علاقته بهذه الصواريخ. حزب الله قراره في إيران، وإيران تدخل في مساومة تاريخية كبرى حول النووي الإيراني، ولا تريد أن تضحي بهذا المشروع وتجهضه، وبالتالي هي ممكن أن طبعا هذا هو الذي يدور الآن. هي دخل في مساومة مع الأمريكان مقابل تحسين شروط 5+1، هي يمكنها أن تضحي بحماس ولا تضحي بحزب الله وهو أداتها الأساسية، لأنها لا تستخدمه في لبنان فقط، تسيطر على الثلث المحافظ.